سلاما ومرحبا من زارنا ولبى النداء فطاب الهناء. فأهلا بكم كلما امتلأ جدول بماء الينبوع الصافي وكلما ردد الوادي صدى أنشودة الراعي. أهلا بكم فلكم يطيب لقاءنا تعانق الأطيار أوراق الشجر تحت ضوء القمر. مريم تلميذين حبيرين بهوريم نخبدين أين لي مليم لتقير كما أني مدى بمعرخائت همأمتسين بهكوحات شنتعو بي ببيت مريم تلميذين حبيرين بهوريم نخبدين أين لي مليم لتقير كما أني مدى بمعرخائت همأمتسين بهكوحات شنتعو بي ببيت السفر زي بيشكيعوا بي كان قبلتي يا حس إشي مكل إحد مه أنشيم هتوبيم شنمتسئين بو لأورخ كل هدارخ كلهم هيمينوا بيخلتي لهشبيع لتات مع تسميل أحرين بلقلوت إتها بوتنسيال شبي أني أمشيخ لسلول إت داركيب بمسلول هنخون بلو إفخد لهيوت أني تدى لخيم على هإيمون هعزرا هيدديت لعبور بياحد تهليخيم شل المدى هتبقروت بهتبتحوت بالعديخم زي هيا بلتي إفشاري تدى ربا مكل الليل. It's such a beautiful evening where classmates, teachers, parents and friends are together to celebrate a special event. Our graduation, I welcome you all in school such as in life. You have sometimes pretty sweet days and some are just not easy. I can say I had many great things, experience that I will always remember and use in my life. Besides of tests, homework and others, the students in this school had just like me a lot of